نشرة الأخبار من قناتي الأخبار المغربية أم 24 مشاهدين، أهلا بكم. جددت مملكة الأراضي المنخفضة بنيويورك موقفها المؤيد للمخطط المغربي للحكم الذاتي، وصفة إياه بالمساهمة الجادة وذات المصداقية في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع بشأن الصحراء. وفي تصريح إن أبرز وزير الخارجية الهولندي أهمية الاستقرار الإقليمي، مجددا موقف بلاده الداعم للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا من أجل مواصلة عملية سياسية تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. من جانب آخر، أعرب الوزير عن ارتياحه لمتانة وتنوع العلاقات مع المغرب والتي تشمل عدداً كبيراً من المجالات كالتجارة والأمن بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب فضلاً عن قضية الهجرة. في السياق ذاته، جدد وزير شؤون خارجية اتحاد جزر القمر باي محمد تأكيد موقف بلاده الداعم لوحدة المغرب الترابية ولسيادته الوطنية على كافة ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. وفي بيان مشترك تم توقيعه خلال مباحثات أجراها اليوم الخميس بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد الوزير القمري تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة باعتباره الحل الوحيد الذي يتسم بالمصداقية والواقعية لتسوية هذا النزاع الإقليمي، كما رحب بجهود منظمة الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري من أجل التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائما للنزاع حول الصحراء. أعرب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية لدولة فلسطين محمد مصطفى الخميس بنيويورك عن شكره وامتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس على الجهود المتواصلة من أجل الشعب الفلسطيني. وصرح السيد مصطفى للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة: أود أن أجدد شكري لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على جهوده المتواصلة لفائدة الشعب الفلسطيني. ونوه رئيس الوزراء الفلسطيني على الخصوص بالجهود الدؤوبة التي يبذلها المغرب من أجل المدينة المقدسة من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف. اختتم بنيويورك الاجتماع الوزاري السنوي التاسع لمجموعة البلدان متوسطة الدخل، وهو الاجتماع الذي ترأس أشغاله وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. وقد شهد هذا الاجتماع الذي انعقد على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد إعلان وزاري تضمن نداء لتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار ميثاق المستقبل، لا سيما إعطاء زخم جديد لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. كما دعا الإعلان إلى إصلاح نظام الحكامة العالمية حتى تجسد الوقائع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وإلى تمثيلية أفضل للبلدان متوسطة الدخل في آليات صنع القرار، إلى جانب الدعوة إلى إحداث نظام مالي دولي عادل ومنصف وشامل. هذا وأجرى السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة مباحثات مع نظيره الفلبيني والهندي والجيبوتي. السيد بوريطة أجرى أيضا مباحثات مع نظيره الأذربيجاني والبحريني. وبذات المناسبة أجرى السيد بوريطة أمس مباحثات مع رئيس وزراء جمهورية كينيا ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ونظيره الزامبي وكذا نظيره الروسي. في موضوع منفصل، استعرضت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيتم زور المحاور الرئيسية لاستراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي تم إطلاقها رسميا بالرباط. باقي التفاصيل مع سكينة سوية.
ندوة صحفية نظمت بالرباط استعرضت خلالها وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور المحاور الرئيسية لاستراتيجية المغرب الرقمي 2030. الوزيرة أوضحت أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى جعل المغرب قطباً رقمياً لتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة. الهدف الأول ورقمنة الخدمات الإدارية. لاش باش نسهلوا الاداره على المواطنين، نقصهم انهم يحتاجوا يبقاو يمشيوا للاداره، نبسطوها عليهم، نسهلوها، نسهلوا العمليات الاداريه عليهم على المواطنين، وايضا المقاولات نقلصوا اجال المعالجه. الهدف الثاني هو تحفيز الاقتصاد الرقمي، شولي المغرب بلد منتج لاخر التكنولوجيات الرقميه. الوزيرة أضافت أن ضمان توفير المواهب الرقمية بالقدر الكافي من حيث الكم والمهارات وملائمتها مع احتياجات سوق الشغل يرتكز على تفعيل جميع رافعات الإنتاج والجاذبية. باش نقدروا نبلغوا هذه الأهداف، من المهم على أننا سنشتغلوا بشكل كبير على تقوية وتكوين عدد كبير ديال الشباب المغربي. يعني في 2022 كان تكوين تقريبا 14,000 شابة وشاب في مجال الرقمنة سنويا. الهدف هو نوصلوا ل 100,000 شابة وشاب سنويا افق 2030، وهذا الشيء عبر اطلاق تكوينات جامعية وايضا مدارس البرمجة واعادة التأهيل. هي استراتيجية تم إعدادها وفقا لمنهج تشاركي يعتمد على الإنصات والمشاورات الوطنية والتعاون المشترك، وتهدف إلى الانتقال بالمغرب من الرتبة 113 إلى الرتبة 50 عالميا وفق مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية بحلول عام 2030. تم أمس الخميس بمالابو تسليط الضوء على التزام المغرب الثابت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز وتطوير التعاون جنوب جنوب، وذلك ضمن أشغال اللقاء 11 لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس الممثلة في أفريقيا والعالم العربي الذي ترأسته المملكة ممثلة برئيس مجلس المستشارين النعمة ميارة. ففي مداخلة خلال ندوة حول موضوع الشراكات والمبادرات الأقليمية فرص التكامل والتنمية، أكد عضو الوفد البرلماني المغربي محمد عموري عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المملكة جعلت بفضل الرؤية الملكية السديدة من التعاون جنوب جنوب أداة استراتيجية لسياستها الخارجية وأحد ثوابت دبلوماسيتها. تم بالداخل تنظيم مائدة مستديرة سلطت الضوء على شروط الرعاية الآمنة لمرتفق المؤسسات الصحية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار أحسن التشخيص حافظوا على السلامة. تقرير سكينة سوية. شروط الرعاية الأمينة لمرتفقي المؤسسات الصحية محور مائدة مستديرة نظمت بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالداخل بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى. هذه المائدة المستديرة التي تتطرق إلى كيفية التحسين وجودة الرعاية الصحية باحترام الأمن للمرضى والمرتفقين على مستوى جميع المؤسسات الصحية على مستوى جهات الدخل والدعم. اللقاء تميز بتقديم مجموعة من العروض ذات القيمة المضافة من قبل مهني الصحة الممارسين بقسم المستعجلات أو قسم الصيدلة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بالداخل. خلال هذا اللقاء تم تسليط الضوء على الأهمية التي تكتسيها سلامة المرضى من خلال مقاربة شمولية على مستوى قسم المستعجلات تروم التركيز على خدمة الفرز والإبلاغ الإلزامي عن الأمراض التي تستوجب ذلك. كان الموضوع على التشخيص بأنه أهم مرحلة لكي يتمر منها المريض من كيدخل المؤسسات الصحية، واللي عندها واحد الامباكت كبير على السلامة ديال المرضى باغ لا سويت، حيتاش من لونتخي ديالو حتى لا سوغتي كيكون واحد لونشينيمون ديال 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 الفلو سيركوي اللي كيخص تكون السلامه ديال المريض لو بوان الاول في هذا لو سونس.
اللقاء المنظم بمبادرة من المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة داخل وادي الذهب عرف أيضا نقاشات بين مختلف المتدخلين بشأن العلاجات المقدمة والتكفل بالمرضى على مستوى هذه الجهة. شكل تعزيز قدرات التعاونيات بجهة ابن ملال خنيف رئيس التغيرات المناخية موضوع لقاء نظمه بابن ملال مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بالجهة الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. تقرير لصفية عثمان. تعزيز قدرات التعاونيات بجهة بني ملال خنيفرة إزاء التغيرات المناخية شكل موضوع لقاء نظمه مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بالجهة الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. هذا اللقاء يندرج في إطار البرنامج الترافعي للمشروع وشركائه الجمعويين في مجال النهوض بوضعية الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة بني ملال خنيفرة بهدف تعزيز القدرات وصمود التعاونيات أمام ظاهرة الإجهاد المائي. اللقاء اليوم كيف ما قلت هو من اجل اعطاء انطلاقه ديال واحد العدد ديال المبادرات الترافعيه اللي كتهم اساسا تفعيل ديال اليات المشاركه وديال الديمقراطيه التشاركيه كما ينص عليها الدستور وكذلك القوانين ذات الصله بما في ذلك كل ما يتعلق بالعرائض. ما تم خلال هذا اللقاء تقديم مذكرة تدعو إلى تعزيز قدرات التعاونيات بالجهة لمواجهة تراجع التساقطات المطرية. هذا واعتبر ممثلو الجمعيات الشريكة أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز المجهودات التي يبذلها الفاعلون الترابيون لمعالجة تأثير تغير المناخ على الاقتصاد الاجتماعي. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية أطلقت الحكومة برنامجا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة والاستثنائية التي خلفت أضرارا بشرية ومادية في أقاليم الرشيدية ميدلت ورزازة تنغير زاغورة فيجيك جرادة ترودان تاتا تيزنيت جولميم وأسازاك وذلك بميزانية توقعية إجمالية مرصودة لتنزيل هذا البرنامج تبلغ حوالي 2.5 مليار درهم. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده قامت الحكومة بتعبئة كافة الوسائل البشرية واللوجستية من أجل تقديم استجابة فعالة وسريعة للساكنة المتضررة وجندت مختلف القطاعات الحكومية المعنية لضمان التنزيل السليم لهذا البرنامج الطموح. دولياً أعلن رئيس بلدية كيتو بابل مونوز حالة الطوارئ في العاصمة الإكوادورية مع استمرار حرائق الغابات في تدمير أجزاء من المدينة، وقال إن القرار تم اتخاذه بالتعاون مع لجنة الطوارئ في كيتو بعد تقييم الأضرار الناجمة عن حريق ضخم في منطقة جوابولو شرق المدينة. هذا وتجري جهود لاستجابة لحالة الطوارئ بينما تعمل السلطات على احتواء الحرائق المتبقية. شدت قوة الإعصار جون مرة أخرى أمس حيث تسبب في هطول أمطار غزيرة على المناطق الساحلية في جنوب المكسيك، وتسببت الإعصار في هطول أمطار غزيرة عبر ولاية غيريرو المكسيكية أمس بعد أن ضرب الولاية بالفعل في وقت سابق من الأسبوع والذي أدى إلى اقتلاع الأشجار وقطع الكهرباء عن عشرات الآلاف وتسببت في انهيارات أرضية مميتة سحقت المنازل. رياضيا، حسم أسود الأطلس يوم الخميس في بخارى بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم 2024 في أوزباكستان عقب فوزهم على منتخب إيران ب4-3. تقرير لعبد لطيف بن طالب. أسود الأطلس يحسمون بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم 2024 في أوزباكستان عقب فوزهم على منتخب إيران ب4-3 في مباراة لم تبح بكامل أسرارها إلا مع الصافرة النهائية لحكم اللقاء.
يوم المغرب مع هاد الفرق الكبار هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. خصنا نستمروا، خصنا نكملوا العمل ديالنا، نكملوا العمل ديالنا ونامنوا بالحظوظ ديالنا. رحنا ابطال افريقيا، حنا اليوم في ربع النهائي، مباراه البرازيل ما غاديش نهبطوا يدينا، لكن ما خصناش نهبطوا نرجعوا داك الشيء كله، راه ما كانت حتى شي حاجه، بالعكس نبقاو، لان الفوتسال ولات اكثر شعبيه بعد كره القدم. المواجهة القوية بين المغرب السادس في التصنيف العالمي وإيران الرابع تبادل فيها المنتخبان السيطرة على مجرياتها، مع نهاية مثيرة شدت أنظار المشجعين والجهاز التقني لكلا الفريقين. دابا درجة درجة غاديين، والحمد لله حنا ثلاث سنين ونحن كنتسناو هذا الماتش ضد البرازيل. اللي فات فات، الماتش الأولين ديال الجروب تلعبوا وتربحوا، بحال قلتي حنا غاديين مات على مات. شنو نقول لك؟ حنا كنحمدوا ربي سبحانه وتعالى، كنشكروا المغاربه كاملين. الحمد لله استطعنا اننا نحققوا الفوز في هذه المقابله، المقابله كانت صعبه، كنا عارفين بان المباراه غتصعب، كل ما ماركينا تنستناو رده الفعل ديال المنتخب الايراني، والحمد لله استطعنا اننا نحافظوا على النتيجه حتى نهايه المقابله. بهذا التأهل بلغ المنتخب المغربي نفس المرحلة من المنافسة التي بلغها في نسخة 2021 في ليتوانيا، إذ سيواجه الخصم نفسه المنتخب البرازيلي في دور ربع النهائي. انطلقت برباط فعالية المرحلة الثانية من الدورة 13 للدوري الملكي المغربي للدولي للقفز على الحواجز، المنظمة إلى غاية 29 من شتنبر الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع. بالمركب الملكي للفروسية وطبوردة دار السلام بالرباط، انطلقت فعالية المرحلة الثانية من الدورة 13 للدوري الملكي المغربي الدولي للقفز على الحواجز. دورة هذه السنة المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعرف مشاركة أجود فرسان الأندية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للفروسية، إلى جانب أبرز الفرسان الأجانب الحائزين على ميداليات في الألعاب الأولمبية وبطولة العالم والبطولات القارية والذين يمثلون مختلف القارات. هذا الموعد الرياضي يعرف تنظيم 14 جائزة من بينها 8 مسابقات من فئة 4 نجوم، ويتميز بتنظيم كأس الأمم للقفز على الحواجز. دورة هذه السنة تنظم إلى غاية 29 شتنبر الجاري من قبل الدورية الملكية المغربية الدولي للقفز على الحواجز تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للفروسية. لذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام هذه النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.